في حاجة بتقال عن اللاعب المصري انه دائما ابدا مهما كان مستواه عالي الا انه لا يتميز بثبات المستوى. بالظبط، ده حقيقي، ده حقيقي طبعا. من في المباراة الواحدة احيانا بشوف اللاعب في الشوط، انت ممكن الشوط الثاني حاجة تانية انت خالص. ممكن تشوفه في ال90 ده عندك تلاقيه عامل زي الاربع فصول في في, في او بجد هي طباع جوانا برضو. يعني ممكن تلاقيك انا بدأت الجيم ممكن يكون لسه قدامه ربع ساعه، ما في لعيبه كده وربع ساعه ما يبدا يدخل في جو المباراه، وفي لعيب بعد كده بينهي الشوط الاولاني كويس جدا ويجي الشوط الثاني الكيرف بتاعه ينزل، وبعد كده ده طبيعي. لكن المستوى اللي هو يبقى ثابت بقى لمده مثلا سنه كامله سنتين كاملين، لا بنقول مباراة حتى كمان، لا المباراه الواحده هتلاقي. يعني انا سمعت رأي من الجماهير في الايام اللي فاتت، ناس كانت بتقول امتى اشوف منتخب مصر ولاعبينه زي منتخب المانيا لما كان متفوق على البرازيل بيكسب واحد واثنين وثلاثة واربعة ومكمل بنفس الشراسة والقوة لحد ما كسب سبعة في مباراة في كاس العالم. هل احنا طابع لاعبينا ممكن يوصل لده؟ طريقة ادائهم، ثقافتهم؟ لا في انا اعتقد اللي هي صعب، صعب قوي اللي انت بتتكلم فيه ده، اللي انا ابتدي المباراه وانهي المباراه بمستوى على ثابت وتيره واحده، على وتيره واحده، دي صعبه اعتقد، هي صعبه وما حصلتش اعتقد. ممكن تحصل ملاعيب ومش هتحصل معاه طول ال90 دقيقه برضه، لكن فرقه كامله توصل تبقى تفضل في التوب فورم التوب. كده طول لا الماتش، لا في يعني احنا مثلا ماتش اسطيف الجزائر لما احنا كسبنا 2-0 كان نفسي نكسب 3-4 عشان انا عارف ايه هناك الاجواء الامور هناك بتبقى هتبقى صعبه شويه، 2-0 غير 3-0. فعشان كده انت لو احنا دي طباع عندنا.